اهلا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، اسعد الله مساءكم مغاربه العالم داخل وخارج ارض الوطن. مرحبا بكم في هذه الجوله المسائيه مباشره من الطريق الى مدينه بوفكران. اذا كنا في مدينه مكناس بالاضافه الى مدينه بوفكران، نشوفوا الاجواء مباشره من مدينه بوفكران باهم الشوارع مشاهدي قناه شوف تي في. فمرحبا بكم ومرحبا بتعليقكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. سامية سعيد وعليكم السلام الإخوة الكرام. حميد طراف مرحبا بك. إذا حميد طراف هو من المتابعين ديالنا الأوفياء، ديما حاضر، تحياتي ليك خويا حميد طراف، وتحياتي لمغاربة مونبولي، مغاربة فرنسا. ديما كيسولونا على الحدود فوقاش غتحل في القريب العاجل ان شاء الله وتجيو تزوروا المملكه المغربيه. اذا هذه الاجواء في الطريق الى مدينه بوفكران مشاهدي قناه شوف تي في. مرحبا بتعليقكم ومرحبا بارائكم خويا حميد طراف، تحياتي. أنا عبد العالي وعليكم السلام، رشيد وعليكم السلام، ادريس ايضا وعليكم السلام. اذا مرحبا بكم جميعا متابعي قناه شوف تي في الاوفياء في هذه الجوله المسائيه. ساميه يحفظك، تحيه لشوف تي في باسمي وباسم قناه شوف تي في، كنحييكم وكنمسيو عليكم كاملين مشاهدي قناه شوف تي في داخل وخارج ارض الوطن. حسني وعليكم السلام. إذن رابح كي قلنا مساء الخير، جولة ممتعة، شكرا لك. أمينة وعليكم السلام، ملكة وعليكم السلام. إذن وعليكم كما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، نتمنى تكونوا دوزتوا أوقات جميلة معنا في الصفحة ديال شوف تي في. فدائما كنقلوا لكم الأجواء مباشرة مشاهدي قناة شوف تي في. هشام تحياتي خويا سيمو من عين معروف، تحياتي لك خويا هشام وتحياتي لساكنة عين معروف واللي معروفة بالعين ديالها والواد ديالها، تحياتي ومودتي. عبدو تحياتي خويا العزيز، تحياتي لكم جميعا مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. حميد طراف شكرا الأخ الكريم على كل ما تقوم به من تقريب كل الأخبار وكل ما يقع في بلدنا الحبيب، شكرا خويا حميد هذا واجب. إذن دافيد مساء الخير، تحياتي ليك والمشاهدين من داخل الصحراء، تحياتي ليك خويا وتحياتي لساكنة مدينة الداخلة وتحياتي للناس ديال الصحراء المغربية. البو عزيزي من الجديدة تحياتي ليك خويا العزيز، رحال من مكناس خويا تحياتي ليك. كنا في مدينة مكناس والآن نحن بالاتجاه إلى مدينة بوفكران مشاهدي قناة شوف تي في. مرحبا بكم في هذه الجولة المسائية، لا تنسى التلذذ بشواء الكفته خويا محمد، تحياتي ليك. فاطمه زهراء شكرا لك انت الاخت الكريمه على الوفاء ديالك لقناه شوف تي في احلام. وعليكم السلام عبد الواحد، وعليكم السلام خويا عبد الواحد تحياتي ليك. جنات وعليكم السلام. اذا كنحاول نقرا لكم جميع تعاليق مشاهدي قناه شوف تي في، اللي ما قريتلوش يسمح ليا ويعاود يكتب التعليق ديالو. فمرحبا بتعاليقكم مشاهدي قناه شوف تي في اينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. أجواء جميلة جدا في هذه الجولة الليلية. وعليكم السلام من زاكورة خويا ياسين على ما أظن، السلام من فاس خويا عماد تحياتي. خويا عندي واحد السؤال وبغيت نتأكد، تفضل الأخ الكريم. أي واحد عنده شي تساؤل فليتفضل مشكورا. إذا غدا إن شاء الله غادي يدوزوا أصحاب الباك، نتمنوا لهم الخير إن شاء الله والله يوفق الجميع. هربان رشيد تحياتي لك خويا العزيز ومرحبا بك في هذه الجوله المسائيه. حميدي ايضا. اذا شكرا لكم جميعا مشاهدي قناه شوف تي في، كاين بزاف ديال التعاليق ما قدرتش نقرا التعاليق كاملين. فاطمه كتقولنا تحياتي من ايطاليا، تحياتي لك اخت الكريمه وتحياتي لمغاربه ايطاليا. مغاربه المهجر قلوبنا معكم ان شاء الله ستفرج عما قريب وتجيو تزورونا في المغرب الحبيب وتشوفوا الاصحاب ديالكم والاحباب ديالكم وسيرتو الوالدين ديالكم. نبيل تحياتي خويا العزيز، عمر تحياتي من هولندا،
تحياتي لك خويا وتحياتي لمغاربة هولندا ومغاربة المهجر كما قلت لكم. قلوبنا معكم خويا رشيد زريول من مدينة تازة، تحياتي لك أيضا. واش كاين تحل الحدود مازال أخ الكريم؟ إن شاء الله ابتداء من 10 يوليوز يكون شي خبر زوين وإن شاء الله تجيو تزورونا في المملكة المغربية. خويا هشام تحياتي ومودتي جنات وعليكم السلام. إذن فاحنا اقتربنا من مدينة بوفكران مشاهدي قناة شوف تي في، فاحنا درنا هذا البث المباشر باش نوريوكم الحسن المؤمن. تحياتي من بوفكران، احنا جايين خويا الحسن المؤمن عندكم بوفكران، إلا عرضتينا نتعشاو فما فيها باس نجي نتعشى عندك خويا، ولا تخلص عليا شي شوية في مدينة بوفكران اللي معروفة بالشوا ديالها. قول لي في مدينة مراكش بالضبط في لازول القاو شي بنت مقتولة واش بصح؟ سامية الأخت الكريمة ما عنديش شي أخبار مؤكدة على هذه الحادثة، إن شاء الله خير لطفك يا الله. اللهم ارفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأنت القائل أدعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا الله فاستجب لنا دعاءنا وارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء في القريب العاجل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذا ملكة أين المسجد؟ في القريب العاجل تحلوا المساجد إن شاء الله. هربان رشيد من فرنسا تحياتي، تحياتي ليك خويا العزيز هشام وتحياتي لمغاربة المهجر. سلام من وهران خويا ميلو تحياتي ليك وتحياتي الناس الجزائر جنات وعليكم السلام. تحية بوم يا خويا حميد محمد سلام طريق عزيز، تحياتي لكم كاملين مشاهدي قناة شوف تي في. عمر لك حل تحياتي خويا العزيز. خويا محمد دوز غدا الحاجب للمارش اجوا كي دايره اغدا جروب كيقولنا خويا محمد دوز غدا الحاجب للمارش يشوف الاجواء كي دايره. مرحبا خويا اغدا، غدا عندي البروغرام شويه شارجي، نشوفوا شي نهار اخر وندوز عندكم خويا. تحياتي لكم وتحياتي لساكنه مدينه الحاجب ملكه امين يا رب العالمين. إذا وصلنا لمدينة بوفكران كما كتشوفوا مغاربة العالم حامد طراف اللهم آمين. السلام خويا أرضوان آمين ماريا، تحياتي من بوردو الفرنسية اللي شفتي في ناس بوفكران العزاز. خويا عمر تحياتي ليك وتحياتي لمغاربة بوردو، مغاربة فرنسا، مغاربة المهجر، مغاربة العالم. إذا فعندنا متابعين ديالنا في جميع أنحاء العالم. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله خويا عبدال تحياتي، تحياتي لك خويا خالد. إذا هذه مدينة بوفكران، غنشوفوا الأجواء ديال الشارع الرئيسي بمدينة بوفكران مشاهدي قناة شوف تي في. طريق سلامة خويا عبدو حاصل، نتمناو ما تكونش حاصل خويا عبدو. دير الصمتة الشريف سعيد مرحبا أخي. السلام عليكم تحياتي لكم من قطر توزاني، تحياتي لك خويا العزيز وتحياتي لمغاربة الخليج. إذن هذه أجواء الشارع الرئيسي لمدينة بوفكران مشاهدي قناة شوف تي في داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذه الجولة المسائية باش نشوفوا أجواء الشارع الرئيسي وأهم شارع بالمدينة كي داير الأجواء هنا. نحن معكم مباشرة من مدينة بوفكران ومباشرة على قناتكم شوف تي في. فتقريبا ابتداء أحرضان محمد تحياتي لك خويا من كاور، أنت في مدينة بوفكران خويا أحرضان. تحية من تونس لشوف تي في، فوقاش يتفتحوا الحدود في القريب العاجل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام قريبا نسمعوا شي أخبار زوينة ويتحلوا الحدود وتجيو تزوروا المملكة المغربية في القريب العاجل كما عودتونا دائما وفي كل عطلة ديالكم الصيفية. إذا هذه أجواء الشارع الرئيسي لمدينة بوفكران مشاهدي قناة شوف تي في كما قلت لكم ابتداء من 11 ليلا. فاكي خوا بوفكران أصحاب المحلات التجارية كيسدوا في غادي الشريف. الله ينورك خويا طريق سلامة، شكرا خويا سعيد. عبدو حاصل تحياتي، إذا الحبيب تحياتي أيضا. إذا كما شفتوا معنا هذه أجواء مدينة بوفكران، أجواء الشارع الرئيسي تقريبا ابتداء من 11 الليل فكل شيء كيسد.
القهاوي، المطاعم، المحلات التجارية طبقا لتعليمات السلطة المحلية بمدينة بوفكران مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. إذا الله يسمعنا أخبار الخير غدا إن شاء الله، نتمناو ما يكونوش بؤر جداد، ما تكونش إصابات جداد، ونتمناو صفر حالة في القريب العاجل إن شاء الله. مشاهدي قناة شوف تيفي، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لكم على وفائكم لقناة شوف تيفي، أنتم لقبتموها بقناة الشعب وهي كذلك. شكرا على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر، مكان آخر ربما إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى اللقاء.